ننتقل إلى الجملة المؤولة هنا لتستفيد من الريادة. إذن هنا لاحظوا، هنا لام كذلك التعليل. لماذا لام التعليل؟ لأنها غير مسبوقة بما كان، إذن فهي لام التعليل. مصدر مؤول بمعنى لتستفيد. هنايا الحرف الناصب هو المضمرة جوازا. مش ما معنى جوازا؟ تقدر تكون تقدر ما تكون، مرة تكون ومرة ما تكونش، هي جوازا ماشي وجوبا. مصدر الصرح هو الاستفادة. الاستفادة يلزم أن تنتظر. المصدر المؤول هنا أن تنتظر. الحرف الناصب هو أن. المصدر الصريح هو الانتظار. أشرح لكم كثيرا أن أن والفعل المنصوب بها يؤولان لمصدر يسمى المصدر المؤول من أن والفعل. هذا المصدر يمكن أن يكون فاعلا أو مفعولا به أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبر أو مجرورا بحرف جر. مثال، أعطيكم مثال. يسعدني أن تزور عمك. أن أداة نصب قامت بنصب فعل زار. مصدر فعل زار نقول زيارة. إذا ناخذ فعل زار هو زيارة. أي سؤال، إذا هذه الجملة يسعدني نحولها غتولي يسعدني زيارتك لعمك. إذا دائما فعل زار كنحولوه الفعل كنحولوه المصدر، غتولي يسعدني كتبقاش أن زائد فعل كتولي مصدر. يسعدني زيارتك لعمك. أن تزور أصبح مكانها مصدر زيارتك، ما بقاش عندنا أن تزور وإنما أصبحت مكانها زيارتك، أي هنا تعرف فاعل مرفوع. أن تجتهد، لأن سوف نقوم بالبحث عن مصدر تجتهد، تقولي اجتهادكما خير لكما. اجتهادكما خير لكما كنحولوها المصدر، إذا غتعرف هنا مبتدأ مرفوع. مثلا الشر أن تظلم غيرك، حولوها المصدر الشر ظلمك غيرك. ظلمك أن تظلم، ما كتبقاش أن تظلم ولكن كتحول المصدر غتولي ظلمك غيرك، غتولي خبر مرفوع. وشكرا لكم. أشرح لكم كذلك القاعدة. ينسب الفعل المضارع إذا دخلت عليه أحد الحروف الناصبة. أن، لن، إذا، كي. هنا كتنصب مضارع مباشرة. أن هنا كتكون ظاهرة. وينصب الفعل المضارع بأل مضمرة جوازا ووجوبا. يقدر يكون جوازا ووجوبا. جوازا مع لام التعليل ووجوبا مع الأشياء الأخرى. يكون إضمار أن جائزا بعد لام التعليل. هنا جائزا بعد لام التعليل. ويكون إضمار أن واجبا بعد حتى واو المعية ولام الجحود. تؤول أن والفعل بمصدر يسمى مصدرا مؤولا. دائما أن والفعل ما كتبقاش كيكون في المكان ديالها مصدر. بحال هنا الاستفادة، هنا أن تنتظر ولا الانتظار، هنا لتستفيد ولا الاستفادة، كنحولوه للمصدر وكنشوفوا محله من إحرام. وغتنجو أبنائي أنجز في دفتري هاد التمارين. وشكرا لكم.